السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أمسيتكم بكل خير. بعد بيان آمر المنطقة العسكرية سبها علي كنا الذي دعا فيه جميع القوات المنتسبة للمنطقة بالانسحاب من القتال مع حفتر في عدوانه على طرابلس، معتبرا ذلك عارا على المشاركين فيه، ومصدرا تعليماته لجميع الوحدات التابعة للمنطقة للجاهزية وحماية المرافق والمنشآت ومنع أي قوات خارجية من الدخول للمنطقة. بعد ذلك أرسل حفتر آمر المنطقة الجنوبية التابعة له بالقاسم الأبعج في رأس قوة لتأكيد وجوده وسيطرته في المنطقة. نبحث في دلالات هذا التحرك وتداعياته مع ضيوفنا الكرام بعد أن نتابع هذا التقرير. تعود ميليشيات حفتر لتتحرك في الجنوب مجددا، حيث أظهرت مقاطع مصورة نشرتها صفحات تابعة لميليشيات حفتر ما قالت إنه وصول آمر المناطق الجنوبية اللواء بلقاسم لبعج يصل إلى بلدة العوينات القريبة من مدينة غات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من وصوله لمدينة أوباري ولقائه فيها بعدد من ميليشياته وقاداتهم، ووعدهم فيها بإمدادهم بمزيد من التجهيزات العسكرية لما أسماه بالمنطقة العسكرية أوباري. تحرك بدأه آمر المناطق العسكرية الجنوبية التابع لحفتر بلقاسم لبعج عقب بيان آمر المنطقة العسكرية سبها التابع لحكومة الوفاق علي كنا الذي أصدر تعليماته لكل الوحدات العسكرية والقوات المساندة التابعة للمنطقة العسكرية سبها وكافة مناطق الجنوب لأخذ الجاهزية وحماية كافة المرافق والمنشآت ومنع أي قوات من الدخول للمنطقة. فجاء هذا التحرك من ميليشيات حفتر فيما يبدو أنه تحدي لآمر المنطقة العسكرية سبها التابع لحكومة الوفاق. فلم يلبث أن وصل بعدها بيومين بلقاسم لبعج بقواته التابعة لحفتر إلى مدينة مرزق، عقد فيها اجتماعاته مع ما وصفتها صفحاتهم بالقيادات العسكرية والأمنية ووجهاء وأعيان منطقة حوض مرزق. وسبق هذا التحرك إصدار مجموعة من ميليشيات حفتر بالمنطقة الجنوبية بيانا رفضوا فيه تعليمات علي كنا التي دعاهم فيها للانسحاب الفوري من محاور القتال حول العاصمة طرابلس، واصفا المشاركة في العدوان عليها بأنها عار. صورة تعيد للمشهد حالة الانقسام بين أهل الجنوب وحالة الصراع على السيطرة على مناطق الجنوب ذات البعد الاستراتيجي الغني بالموارد ومصادر الطاقة، يبدو فيها حفتر مصرا على إظهار سيطرته عليها قبيل مؤتمر برلين، فيما لا يزال الليبيون ينتظرون موقفا أكثر حسما من حكومة الوفاق تعيد فيه الجنوب فعلا تحت سيادتها. مرحبا بكم من جديد. عنوان الحلقة لهذه الليلة هو بين كنا ولبعج عودة الصراع على الجنوب. معي للحديث عن هذا الموضوع كل من سيد عصام الزبير الكاتب الصحفي، مرحبا بك سيد عصام، وسيد محمد النعاس المحلل السياسي والعسكري. أبدأ بك سيد عصام، كيف تقرأ هذا التحرك من قبل بلقاسم لبعج التابع لحفتر في مرزق وأوباري واليوم أيضا في العوينات؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أحييك وأحيي ضيفك الكريم أستاذ محمد وأحيي العاملين بالقناة. حقيقة أن الصراع في الجنوب هو يجب أن يكون يعني بعيد عن كل الأيديولوجيات والسياسية ولا الصراع القبلي. كان يجب على حكومة الوفاق أن تفكك هذه الأمور وأن تجعل الأمور تحت سيطرتها وبسط سيطرتها، لأن هذه الحكومة هي كما قالت مدعومة من المجتمع الدولي، وأنها حكومة يجب أن تكون وفق الاتفاق السياسي هي التي تسير أمور البلاد. لكن ما نراه حقيقة أنها عندما تشكل حتى مناطق عسكرية نرى بعض الضعف التي تعاني هذه الحكومة من دعم هؤلاء. أعتقد أن كنا يحتاج إلى دعم قوي جدا، يحتاج إلى إبراز حتى قوة هذا، قوة الذين معه يعني، وقوة الجيش الذي يتبع حكومة الوفاق، حتى يطمئن الجنوب ويطمئن الآخرين بالالتحاق معه. لكن ما نراه الأمر حقيقة لا يوحي بذلك،
وهو ما جعل حفتر يحاول بقوة الدخول في هذه المنطقة وإبراز نفسه كمسيطر ونفسه كمؤثر كبير جدا، خاصة أن هذه المنطقة وهي ما يغيب على حكومة الوفاق حقيقة تأخرها وبطئها، بأن هذه المنطقة منطقة مصادر طاقة كبيرة جدا ومصادر خيرات، واعي فرنسا عليها، ولذلك فرنسا هي داعم كبير للمجرم حفتر، تستطيع أن تحركه، تستطيع أن تجعل من حفتر أداة لعدم استقرار ويعني الأمن وبسط الأمن في الجنوب، ولكن تراخي وتأخر حكومة الوفاق هو الذي يجعل الأبعج يتحرك بما نراه الآن بمساحات كأنها مطمئن، ووضع الكنة حقيقة حتى عندما قيل بأنه يسيطر على حقل الشرارة، هذا حقل كبير جدا ينتج حوالي 340 ألف برميل في اليوم، وقريبا منه حقل الفيل الذي ينتج 70 ألف برميل في اليوم، وهذه طاقة يعني ليست بسيطة جدا، خاصة أن حقل الشرارة يتبع تكتل من شركات أوروبية، وهذه الشركات يعني لها دور بارز في عملية تصدير الطاقة في ليبيا وعملية استفادة منها حتى على المستوى المحلي. شركة إيني تستفيد من حقل الفيل، شركة ريبسول الإسبانية ومعها ائتلاف من شركات أظنها هولندية وأخرى تستفيد من حقل الشرارة، وهذا أستغرب أنا حتى في عملية كيف تترك مصادر الطاقة في ليبيا حتى يتولاها حفتر ويستغلها. معي أيضا عبر الهاتف السيد موسى تيهوساي الكاتب وصاحبي. السيد موسى، كيف تنظر للتوقيت الذي جاء فيه هذا التحرك، تحرك الأبعج بعد أو عقب بيان علي كنا؟ نعم، طيب لكل في الحقيقة أعتقد أن حفتر والأبعج بالتحديد وما يقوم به الآن في الجنوب هو محاولة لخرط الأوراق أمام البيان الذي أصدره علي كنا الفترة الماضية والأيام الماضية، هو محاولة للقول بأننا موجودون وأن الجنوب نحن من يسيطر عليه ونحن من لديه كلمة الفصل والسيطرة والسطوة على المنطقة الجنوبية، وأيضا محاولة لإعادة ترتيب الأوراق هناك وأيضا للتموضع في العقول النفطية في تلك المنطقة، لأن في الحقيقة الهدف الوحيد والهدف الأسمى لقوات حفتر هو الحفاظ على الحقول النفطية باعتبارها نوع من أو باعتبارها يعني عامل ضغط مهم جدا في أي مفاوضات في وأيضا ورقة ضغط يمكن اللعب بها في أي وقت وفي أي مرحلة. نعم. طيب أستاذ محمد، يعني علي كنا يعني لعلك عندك بعض المعلومات عنه، هل هو شخصية عسكرية يمكنها مواجهة تمدد حفتر في الجنوب؟ هل له يعني رصيد من الأتباع؟ هل له رصيد من التحالف القبلي؟ السيد علي كنا طبعا من دفعة 11 كلية عسكرية ومن دفعة CNA كنا زملاء في الدراسة، أنا أعرفه جيدا يعني، وهو من توارق وهو بحكم سنه وأقدميته ومكانته في الجيش القديمة له مكانة بين التوارق الحقيقة، وهي الحاضنة ليه، وهي الحاضنة، وهو يقيم في أوباري. في نفس الوقت أوباري هذه مركز التوارق، بينما مرزق هي مركز التبو، ولكن ما مدى القوة التي بيده نحن لا نعلم ذلك، ولا أظن عنده قوة هو أصلا يعني، إلا حاجة محدودة يعني ممكن بضع سيارات بضع راجمات بعد كذا، لا تستطيع شن القتال ضد حفتر، ولكن ولا نسمع بهذه المنطقة العسكرية إلا عندما يتكلم هو، والباقي لا أحد يعلم عن أي شيء. ثم ما أعلنه أخيرا طلب من القوات التابعة للانسحاب، لماذا يطلب ذلك بعد مرور 8 شهور؟ ليش ما طلبهاش من زمان مثلا يعني؟ المسألة هذه سواء ما يقوم به حفتر أو ما يقوم به السيد كنا هو جزء من مسرحية هزلية يديرها الأجنبي الذي يحرص على إطالة أمن الصراع في ليبيا إلى حين يشاء الآخر، الذي يتحكم في موازين الصراع، وأظن تكلمت مع حضرتك في الموضوع هذا كثيرا، فلا كان يستطيع أن يحسم الأمر هناك،
ولا حفتر الصين يحصل هناك، وكلاهما حتى لو اجتمع لن يستطيعوا إدارة الجنوب المنكوب. الجنوب يعاني من الفقر، يعاني من التهميش، يعاني من فقدان التنمية المكانية، يعاني من العصابات. عصابات هناك، عصابات من توارق، عصابات من التبو، يعتاشون على تهريب السلع الأساسية المدعومة من الدولة، وكذلك الدخائر والأسلحة، وكذلك الهجرة الشرعية والسلع الممنوعة الأخرى. فلا أحد من هذين الرجلين يستطيع ولو حل جزئي لهذه المشكلة، ولهذا المشهد العام هو مفكك، وهؤلاء جزء من المشهد. لا أحد منهما يستطيع أن يحل مشاكل الجنوب. هذه هي حقيقة، هذا ملخص جوهر الموضوع. طيب، هذا هو جوهر الموضوع. أستاذ عصام، هل تعتقد بأن هذا التحرك من كنا من جهة وعلي حفت والأبعج من جهة يعني له علاقة بمؤتمر برلين الحي الميت الذي لم يولد بعد والذي ربما لن يولد؟ يعني أنا أحاول في نقطة، أنا أقول إنها هي، نحن نعتبرها دائما مؤثرة كبيرة جدا، هو الصراع على الطاقة، لكن هي ليست بالصورة التي يراها البعض. الصراع على الطاقة صحيح، حفتر سيطر على مناطق الطاقة، لكن هل حفتر يمتلك أموال هذه العقول، أو يمتلك أموال أو عقود أن يقدر يقوم بها مع شركات؟ أعتقد لا. هذه النقطة لابد تكون واضحة لدينا، حتى أن حفتر بدأ يحاول حتى الفترات الماضية بإقامة مؤسسة موازية للمؤسسة الوطنية للنفط، وقام بجعل حتى هذه المؤسسة يتبناها البرلمان ويفتح لها حساب في الإمارات، ولكن كل المحاولات فشلت، لأن النفط فيه قرار دولي من الأمم المتحدة، وهذا القرار أعتقد حتى في حكومة زيدان وضح بصورة كبيرة جدا عندما تم القبض على الذين حاولوا تصدير شحنة عن طريق الباخرة التي تم إرجاعها إلى طرابلس والقبض على من كانوا فيها، وكان أحد أخوة جدران على ما أعتقد، بعد ذلك تم عن طريق النائب العام التي يفترض أن يفتح تحقيق فيها لإظهار هذا الأمر أمام الناس وللكشف عن هذه الأمور. الآن عندنا مشكلة فيها قد تكون زي راس لنوف، عملية الطيران العسكري الذي يخرج فيها، يجب أن تأخذ المؤسسة الوطنية والحكومة الوفاق يعني قوة في عملية عدم إدخال الصراع في النفط، منشآت النفطية، وعدم إدخالها في الأمر. إذا تم تجفيف هذا الأمر لن تكون ورقة ضاغطة، لكن حقيقة ما تتبناه من سياسات هذه الحكومة، حكومة الوفاق، هي سياسات ضعيفة لا ترتقي إلى أمور، بعض منها جرائم حرب لا تستطيع أن تصدرها للعالم وإثباتها وعرضها على العالم وعرضها على المحاكم الجنائية حتى يبقى المصدر ضعيف. لكن ما تهدد به أحيانا الدول الغربية من عدم اقتراب من النفط، أو عندما يروا بعض التلويح تخشى بعض هذه العصابات التي تحاول سرقة النفط والتي تحاول أن تتمادى على النفط، هي تخشى من ذلك. لكن كقوة حكومة وكقوة تفعيل هذه الأمور لا أعتقد أراها واضحة جدا، ولذلك الضغط في مؤتمر برلين واضح جدا إذا كان هذه الأوراق يمكن يستفيد منها حفتر. لكن أنا حفتر أقولها بصراحة غير مستفيد، لا يمتلك أموال النفط، أموال النفط ترجع إلى المصرف المركزي بقرار أممي، والمؤسسة للتحكم في العقود بقرار أممي هي المؤسسة الوطنية للنفط، ولذلك أين يكمن القرار؟ يكمن القرار في قوة الموقف السياسي للحكومة، في تفاعل وزارة الخارجية وسفرائها أمام الدول، في قوة اللحمة مع بعضنا من أجل بناء الوطن ومن أجل مدنية الدولة. هنا يبدأ قرار بتفاعل شعبي مع موقف سياسي لإظهار للعالم الآخر حتى العالم يحترمنا ويعرف قوتنا. أما الاعتماد على بعض الميليشيات والعصابات الإجرامية على أنها تسيطر وتأخذ هذا الموقف، ألم تكن ليبيا تحت البند السابع، ليبيا تحت قرار الأمم المتحدة 1970 وغيرها التي تحمي المدنيين والتي تحمي مقدرات الشعب الليبي وتمنع دخول السلاح؟ لكن لم نرى تفاعل دولي حقيقة. نعم. إلا تصارع الأجندات. نعم. الدولية على ليبيا. نعم سيد موسى، يعني برأيك كيف يؤثر من يفرض سيطرته على الجنوب على مؤتمر برلين المزمع عقده ربما قريبا؟ نعم، في المعادلة الدولية، في المعادلة الدولية يعتبر السيطرة على الحقول هو عامل كبير جدا، وورقة ضغط قوية جدا. يمكن أن توضيح نقاط
كبيره جدا وكثيره في اي تفاوض. فسيطره حفتر على الجنوب الليبي كرقعه جغرافيه كبيره جدا اضاف اليه يعني نوع من المعنويات ونوع من القوه يمكن ان يفاوض بها، وهو بلا شك يسعى من خلال ذلك الى أن يظهر نفسه بأنه مسيطر على الجزء الكبير من ليبيا، وبقي له فقط المنطقة الغربية والتي الآن هو موجود في جنوب طرابلس بها. أعتقد أن حفتر الآن ويحاول إعادة ترتيب نفسه وأيضا التموضع من جديد تمهيدا للمواقف التفاوضية القادمة، لأنه يعرف جيد ومن وراءه أعتقد الذين يقفون وراء حفتر ويدفعون به ك يعني طرف في ليبيا الآن أيقنوا وعلموا أن المنطق العسكري والاتفاق لم والدخول إلى طرابلس عسكريا ليس ممكنا، فبالتالي لابد من محاولة إعادة التموضع وأيضا لبناء موقف سياسي يمكن أن يعيدهم إلى المشهد سياسيا بعد هذه كل هذا الفشل العسكري الذي يعني أصيبوا به في طيلة الثمانية أشهر من محاولة دخوله من طرابلس. أعتقد أن في الجانب السياسي حفتر الآن لعل العامل الأكثر ضررا لحفتر الآن هو وجود شركات استخدامه وأيضا إجلابه لشركات الأمنية الروسية التي الآن رأينا من بعد دخولها أيضا تدخل أمريكي لافت في الملف الليبي، وهذا وضع حفتر في إحراج ومن ورائه من يقفون وراءه، وهنا أذكر الإمارات وأيضا السعودية ومصر الآن في موقف محرج ويحاولون إعادة ترتيب يعني الملف السياسي لحفتر. فأعتقد الآن أن حفتر محرج جدا من هذه النقطة، وأيضا الإمارات ومن يدعم حفتر يحاولون تبرير استخدام حفتر كل هذه الشيء. نعم سيد موسى. نعم. نعم. طيب سيد محمد، يعني هل تعتقد بأن بعد تحرك الأبعج وخروج كنا بعد هذا الغياب الطويل، هل تعتقد بأن سنشهد صراع أيضا في الجنوب لمحاولة يعني بسط السيطرة أي من الطرفين على مناطق الجنوب، على الرغم من أن يعني سعة المنطقة في الجنوب؟ لا، أنا أعتقد أن الأمر سيستقر على ما هو عليه، لأن حفتر ليس مهتما في هذه المرحلة بفتح حرب هناك لسببين. السبب الأول أنه الطرف المقابل له لا يملك ما يكفي من أسلحة لردعه وطرده من الجنوب. القوة الوحيدة التي كانت قادرة على مواجهة حفتر هي القوة الثالثة التي أمر السيد السراج بإخراج من هناك ووصفها بالإرهابية. تلك القوة هي التي هاجمت قوات حفتر في قاعة من هند وقتلت منه حوالي 150 شخص وكادت تطردهم من الجنوب. ثم حدث ما حدث، وحضرتك أكيد تتابع الأحداث. فحفتر ليس في وارد الآن يفتح حرب هناك، لكن ما قام به هو عبارة عن استعراض الأكثر والأقل، لأنه ليست له القوة والزخم والإمكانيات التي تؤهله على السيطرة بالمعنى السيطرة العلميه للاحتلال، يعني اللي هو تسيير الاداره، دفع المرتبات، رعايه الشؤون العامه للناس، هو لا يملك هذا. هو زي زعيم عصابه، كل ما تحدث مره يصير اي شيء يجيب حوالي 20 30 سياره دفع رباعي يهجم بها او يضرب بطائره 23 طائره مسيره وينتهي الحدث كما هو، يعني هو عبثيات. لان لديه ما يشغله في جنوب طرابلس الان، ورط نفسه في معركة أكبر من حجمه وأكثر من ثقله ووزنه وحجمه، ومع أشكال هو دارها بيديه ومش قادر يحلها بسنونه الآن. لكن بالمقابل هذا واقع. نعم، بالمقابل علي كنا يعني كما نقول يتكلم من فم المليان على شعاب، يعني زي ما يقول على ما يعود علي كنا. والله هل مثلا لو نأخذ المنظور أن علي كنا بيسيطر على الجنوب بالمعنى السيطرة ويضعه في حوزة ما يسمى بحكومة الوفاق، يعني وخلاص تابع عليه 100%، هل يملك هذه الإمكانيات؟ لا يستطيع، لأن عنده خصم خطير جدا وهو تبو، عداوة متأصلة وحروب ماتوا فيها المئات يعني، وكلا الطرفين يملك أسلحة تدميرية، ورئيس الحرب الأهلية حدث بيناتهم من سنتين فاتوا. ولذلك لا نستطيع من ناحية العقلانية
أن نتصور أن كنا قادر على فرض سيطرتي على الجنوب، ولا نتصور أن لديه قوات قادرة على السيطرة بالمعنى السيطرة والكنترول يعني، لا لا أتصور ذلك. الموضوع بيقعد هش بهالطريقة هذه ويقعد مفتوح إلى أن تنشأ حكومة قوية مركزية في طرابلس تعيد الاهتمام مرة أخرى بالجنوب وتعطي الأسباقية للقضاء على عصابات التهريب، لأن عصابات التهريب الآن مقابل البطالة المستشري هناك هي التي توفر في العمالة للشباب. هذه حقائق ما يتكلموش عليها الناس. غياب التنمية المكانية هذا مسألة خطيرة جدا. هناك جامعات، هناك معاهد تخرج في الآلاف كل سنة، ما فيش سوق عمل تستوعبهم. هنا هذا الخلفية الاجتماعية للموضوع لا يستطيع حلها لا حفتر ولا 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 كذا ولا حتى حكومة الوفاق. هذه الحقيقة يعني. طيب سيد عصام، الآن يعني رغم تعليمات كنا لمنتسبيه بالرجوع وأخذ الجاهزية، لكن يبدو أن ميليشيات حفتر يعني تتحرك هناك دون ما أي مقاومة، يعني مثلا في رأيك نقطة اللي يتكلموا فيه تو يقول لك اللي سيطر على الحقول النفطية، سيطر على الحقول النفطية وأنت ما عندكش إمكانية أنك أنت تبدأ تحت تبعيتك، أنت ما عندكش إمكانية تدير عقود مع الشركاء مع الدول اللي تدعم فيك، معلش من اي ناحيه؟ ايضا السيطر على اكبر تو حفتر، السيطر على معظم ليبيا، سيطر على معظم ليبيا، ايام فجر ليبيا كانت مسيطر على معظم الخارطه في ليبيا. ايام هل تمكنت فجر ليبيا من فرض وجودها بهذه الدرجه بالدرجه التي يفترض ان تكون؟ حفتر الان مسيطر لكنه لم يقدر ان يدخل العاصمه، الجنوب مثل ما تكلم استاذ محمد لا يمكن السيطره عليه، هناك العديد من القبائل، هناك صراع قبلي، هناك مشاكل قبليه، هناك مشاكل حدود، هناك مشاكل تهريب، اكثر المناطق اللي في ليبيا تعاني من مشاكل هي مشاكل التهريب، كل الدول التي موجوده المناطق يعني الموجوده على الحدود اغلبها مشاكلها تهريب، كيف كان القذافي يقضي عليها؟ القذافي لا كان يقضي عليها بقوات ليبيه، مستحيل، كان يتعاون مع الدول المقابله لها بعدم بارشاد تلك القبائل، بعدم ادخال السلاح، بعدم ادخال اي كان يعتقدهم اللي ضد المعارضين ليه، كان هكذا كيف يسيطر. اما وضع الجنوب نتكلم نحن الان نقول مثلا اللي سيطر على طرابلس سيطر على الجنوب وسيطر على الشرق معناه مسيطر على ليبيا، هذه لا اطلاقا، لو كان مسيطر وكان الدول تعترف بذلك لكان مؤتمر بلير مؤاخذه حفتر المنطقه وتم الموضوع. كان يسرب حفتر بان يسيطر على الجنوب في تلك عن طريق مثل ما تحدث استاذ محمد وقال انها عمليه يعني مثل اللي يصور ويطلع بها يطلع من المكان، لا توجد عملية سيطرة. الجنوب أنا أقولها بصراحة وأقولها بصدق، منذ أيام حتى الملكية كان مرتبطا بطرابلس وهذه معروفة، وحتى علي كنا أشار عليها عندما قال لهم عليكم الرجوع وعار وأنتم حتى من طرابلس معاشاتكم وأنتم حتى من إمكان الوضع يعني الوقود والعمليات السلع وكل شيء تأتيكم من طرابلس، لذلك هذا ارتباط الجنوب بطرابلس كان ارتباط اقتصادي. نحن رأينا حتى بعض كان بعد فترة قبل 2017 كان هناك ضخ فرنسي لبعض ابناء الجنوب بان تعاونوا مع الجنوب ومن اجل ان يتم تحرير الجنوب وجعل فدراليه الجنوب. الجنوب عندما يعمل فدراليه من اين سيبعث النفط؟ من اين سيتم تصدير النفط؟ لابد لديه ان يرتبط والا سيحدث فيه مثل ما حدث في دارفور عندما اصبح الان يعانون، اغلب الحاجيات تاتي من طرابلس. وانا اقولها لك بصراحه، إذا الجنوب لم يكون لنفسه قوة ولم يتحد مع بعضه فالصراع بين التبو وبين لبعش حيكون قوي جدا، لأن التبو ظلموا من حفتر يرون في أنفسهم ذلك ويرون ما حدث في مرزق ما مزر لهم من حفتر رغم أنهم كانوا حلفاء لحفتر في البداية وفي بنغازي الآن ضد حفتر. هم كان يتكلم دائما وهم الطوارق والطوارق له قيمة في الطوارق صحيح، والطوارق الآن بعيدين في الصراع لم يدخل في الصراع ضد طرابلس، ولكن لن يسيطر ما دامت القبائل الاخرى لم تلتحق به. نحن نرى سحبان الذي يفعل بيدفع ببعض وكذلك بالنايل عندما كان يدفع بالبعض. انا اعتقد ان المجارحه الان وجه لهم رساله خاصه، عليهم ان يمنعوا ابنائهم من الدخول في هذه الحرب بصوره كبيره جدا، والا بعد ذلك سيكون مشكله، سيكون مشكله مثل ما يحدث بين القبائل التي في بنغازي، مثل ما يتكلمون الان على العواقير سيتكلم بعد ذلك عن المجارحه، ولذلك عليهم ان يعوا جيدا ان هذا زي ما يقولوا بالليبي الطاجين اللي حطوهم فيه عليهم ان يبتعدوا عنه، ولذلك طرابلس مربوطه بكم مهما فعلتم مهما درتم هذه مربوطه، والتعامل مع طرابلس يعني تعامل جدي، حفتر يزرع الوهم، ورايتم ماذا يحدث في بنغازي، لماذا تعيدون نفس السيناريو؟
أنا لست أقول لكم هذا الكلام من ناحية، أنا أقول لكم هذا الكلام عن واقعية، ادرسوا الواقع جيدا وتعاملوا معه. نعم. أما أن تبقون في هذه الصورة فأنتم نعم. ارجع لما حدث في بنغازي وسيؤثر عليكم. نعم. أما عملية الفدرالية وليبيا ومالي هذه صعبة جدا الآن حتى الخوض فيها. نعم. طيب سيد موسى تيهوساي، يعني العودة إلى دعوة علي كنا، القوات أو الكتائب التي من الجنوب التي تقاتل في جنوب طرابلس دعاها للانسحاب من القتال مع حفتر، هل كانت هناك أي استجابة من هذه الكتائب أو حتى على مستوى الأفراد؟ لا أعتقد ولا أتوقع أن تكون هناك استجابة لدعوات علي كنا، وإنما أعتقد أن علي كنا يقصد هنا أو يحملهم المسؤولية التاريخية من الهجوم على عاصمة الليبيين، وأعتقد أنه يتكلم من هذا المنطلق. أما فيما يتعلق بعلي كنا وحفتر والأبعز وزيارته، المنطقة الجنوبية تحكمها العديد من التعقيدات القبلية والجغرافية والمناطقية وكذا، فالأبعج عندما ذهب إلى الجنوب ذهب إلى القطرون باهي، والقطرون تقطنها قبائل مختلفة الأهالي وبينهم التبو كذلك، فهو يحاول هنا استمالة التبو وأيضا الحيدوية دون أن ينضم إلى علي كنا، وكما يعرف الجميع قوة حماية مرزق التي رأسها حسن موسى هذه منضمة إلى علي كنا لفترة طويلة، وأيضا الذين لا يريدون حفتر بطبيعة الحال منضمين إلى علي كنا، لكن واقعيا وأيضا على مستوى الميداني لا يمكن أعتقد أنه لن تحدث هناك صدام أو لن يحدث صدام بين كنا وحفتر في المنطقة الجنوبية على الأقل من فترة قريبة، لأن كما قلت لك المنطقة تحكمها تعقيدات قبلية، وعلي كنا لا يريد أن يجازف بثقله الاجتماعي بأشياء ممكن لا تؤدي إلى النتيجة مباشرة، فبالتالي يلعب على مستوى البعيد للمنطقة، وحيث أنه ليه أيضا الكثير من الشق الاجتماعي من مختلف القبائل في المنطقة الجنوبية، فبالتالي لا يريد أن يجازف بعمل عسكري لا يمكن التنبؤ بنتائجه، وأيضا حفتر كما يعني في الجميع لديه قوة في منطقة الجفرة كبيرة جدا وهي مركز انطلاقه للهجوم على طرابلس، وبلا شك يفوق علي كنا الذي لا يملك حتى ممر جوي لإخراج قواته من هناك. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر الأبعج هو عبارة عن فقاعة إعلامية يقوم بها وليس لديه أي شيء، هو في فترة سابقة قام بزيارة أخرى ولم تؤدي إلى أي نتيجة، وهو يتغنى بموضوع حماية الأمن في المنطقة الجنوبية والحدود، وكما يعرف الجماعة كذلك ليس لديه أي عمل يخص على الأقل حماية المنطقة، وحتى المدن الكبرى في المنطقة الجنوبية كسبها تحرس إلى حد الآن فيها عمليات سطو وحرابة في وضح النهار، فليس هناك جديد في موضوع سيطرة حفتر على تلك المناطق والشعارات التي كان يرفعها دائما. نعم. طيب سيد محمد نعاس، يعني ذكر الآن سيد موسى بأن من يحكم السيطرة أو على الأقل من هو موجب قوة موجودة في مرزوق تتعامل أو متحالفة مع علي كنا، لا يمكن أن يحدث هذا قوة يمكن بها السيطرة على الجنوب إلى حد ما، طبعا أنا أقول السيطرة كما هي في مفهومك السيطرة العلمية العسكرية، لكن السيطرة إلى حد ما التي يمكن على الأقل تبعد ميليشيا حفتر، لأن مرزوق قوة وهي من التبو، ونظرا لما قام به حفتر ضد تبو في مرزق يعني دعاهم هذا للتحالف مع علي كنا، وعلي كنا من الطوارق اللي يمكن أن يتناسى الماضي وعلى الأقل يصير تحالف على الأقل يصد ميليشيات حفتر. الكفة العسكرية تميل لجانب حفتر، لماذا؟ لأنه يملك طيران عند قاعدة من هند وقاعدة براك الشاطي وقاعدة الجفرة كلها في تحت تصرفه هو بالحقيقة يعني. بالإضافة إلى مهابط الحقول زي مهابط الشرارة والسي فايف والماسخ هذه كلها المهابط كل تحت تصرفه هو. يعني أي واحد يقول كلام غير هذا مش متصور الوضع بالضبط يعني. ولكن حفتر غير قادر على الزج بحرب واسعة للسيطرة على الجنوب بمعنى السيطرة الحقيقية، لأنه لا يملك الإمكانيات المادية. تتكلم على آلاف مئات الآلاف من الكيلومترات المربعة في الجنوب يعني يكون تطلع حتى روم لتنوض من قبل القائد الألماني مش يسيطر عليها، كله مشهد هزلي، مشهد هزلي، مشهد مضحك، والضحية فيه هو شباب ليبيا ومستقبل ليبيا وأموال ليبيا. لكن يستطيع
ولا حفتر يستطيع ولا حكومة الوفاق تستطيع. لو كانت تستطيع تسيطر على الجنوب تو 4 سنوات ونصف هي تحكم، ليش ما فرضت سيطرتها غادي؟ لكن لماذا لم تتواجد حتى إداريا بالمعنى العلمي الإداري؟ لكن سيد محمد يعني خلينا ناخذ الناحية الجغرافية الآن. علي كنا في منطقة أوباري، أوباري طبعا 3 بلديات تقريبا، أوباري وغريفة و هو مثلث معروف، مثلث أوباري مرز كذا، وأضلاع المثلث كل واحد 200 كيلومتر. طيب سبها أوباري مرز، أيوة. لكن إذا كان علي كنا يسيطر على منطق أو على الأقل له شعبية و يعني على منطق أوباري، ومرزق الآن تتبع السيد الذي ذكره قبل قليل سيد حسين، يعني هذا مثلث كبير يعتبر، يعني أوباري والقطرون تقريبا هي تحت مرزق، يعني ألا يشكل ذلك مصدر قوة لحكومة الوفاق باعتبار هذين الشخصين يتبعان حكومة الوفاق؟ لا لا، المثلث هذا ما هوش تحت سيطرة حد، سيطرة كنا في حدود بلدية أوباري وما حولها بس أكثر داخل. لكن من كم سنة كانت البوابة 60، اسمها بوابة 60، ما بين سبها وباري في الخط هذا، كانت تحت سيطرة قوات حفتر. حفتر متواجد غادي، متواجد ولكن لا يسيطر، زي تواجده في حقول النفط، تواجد شكلي لكنه لا يستطيع أن يتحكم ببرميل واحد. من يتحكم في الموضوع هو الرصد الأمريكي، لأن أمريكا هي المسيطرة على المشهد العام في ليبيا. ف يعني سيظل الجنوب على ما هو عليه حتى يقيد الله سبحانه وتعالى وان تنشا سلطه مركزيه في طرابلس تعيد الجنوب حقه وقيمته. والباقي هذه كلها مسرحيات، يعني زي ما تقول يعني بركان خفيف يعني ينشط في جهه وثم سيظل المشهد هزلي كما هو عليه. طيب سيد عصام الرئاسي يعني قد يسال سائل، الرئاسي اصدر تعليمات لكنا على ان يكون امر المنطقه العسكريه ربما في منذ اوائل فبراير الماضي، والان هو يصدر بيانه ضد حفتر، يعني ماذا هذه المده الطويله، يعني ماذا كان ينتظر؟ هو حقيقة السيطرة على الجنوب صعبة جدا، أقولها بصراحة، مش حتى من نتيجة الصراع، حتى نتيجة التحالفات القبلية ونتيجة الصراع نفسه. الجنوب ليس كما مثل المناطق الأخرى، حتى عندما تحدث أي بؤرة لأي مشكلة معينة يتم التفاعل مع شيوخ القبائل حقيقة، وفي بسرعة امتصاص هذه العملية. قد تكون هناك توجهات سياسية تستغل بعض الأشخاص وتستغل حاجات بعض الناس، مثل تو نقص الوقود، نقص غاز الطاو، نقص السيولة، فالناس تطمع في هذا الحل وتتجه إلى من سيأتي لها بالحل. ولكن أقول لك بصراحة أن السيطرة صعبة جدا، حتى الذي يعتمد على الموقف الفرنسي. لو كانت فرنسا سيطرت على الجنوب لأحكمت عليه، وأصبح الآن الجنوب يعني تحت سيطرة حفتر ووضعت هؤلاء الكومبارس على الجنوب وأصبح الجنوب تحت قبضتها، ولكن هذا لم يحدث، لأن حتى هناك دول أخرى تريد الجنوب ولن يحدث فيه أي حل بهذا الشكل. الرئاسي مشكلته كامنة في الأوراق، يصدر البيانات بدون أفعال. الرئاسي كان عليه ألا يبعد القوة الثالثة عن التواجد إلا بعد أن ينشي قوة من الجنوب تعمل على حراسة زي ما نقول إحنا المنشآت النفطية، تأمين حياة المواطنين من القتل. أصبح عندما دخل حفتر وشوف عمليات القتل اللي تسمعها في الجنوب، وتسمح حتى الناس بدأت تشكي تو الآن بصورة كبيرة جدا من عمليات القتل والحرابة وسرقة السيارات وغيرها، ممتلكات الناس والقتل وغيرها، هذا أصبح الآن بجرائم كثرت بصورة كبيرة جدا. والعملية لم يتم دعم للشرطة ولا دعم الجيش. مشكلة حكومة الوفاق دائما تتكلم بأشياء غريبة جدا، نحن لين نحسبها من خارج ويقولوا تو ما تتكلمش عن الحكومة. أنا أقولها بصراحة، هذا الجنوب يهمنا، لأن الجنوب إذا سلمت ليبيا حقيقة. المشكلة الحكومة لا تأتي حتى لتوفير حاجيات الجنوب ولا دعم الجنوب، ولا أتت حتى بتحقيق الأمن للجنوب. حتى بعد سيطرة حفتر كان يفترض لها أن تكون بقوة، بفعل ليس شرطا يكون فعل عسكري، لكن تكون بشعب فعل سياسي
توضيح الأمر ماذا يحدث في الجنوب، لا تأتي حتى الجنوب حتى في عملية إحاطة السلامة بأي اهتمام وبأي اعتبار، حتى في عمليات البيانات لا نأتي لها أي رد فعل بالنسبة للمجلس السياسي. أين نواب الجنوب في المجلس النواب؟ أين نواب الجنوب في المجلس الأعلى للدولة؟ أين نواب الجنوب في المجلس الرئاسي للحكومة؟ لم نرى لهم أي فعل أو قوة في حل مشاكل جنوب المعقدة التي أصبحت الآن تزداد وتتفاقم. لذلك الإنسان الآن في الجنوب مدبيها يعيش، لا دخل في الصراع بين كنا والأبعز، ولا دخل في مدبيها أن توفر له حاجياته ويعيش، مدبيها يجد السيولة، مدبيها يجد غاز الطهي، مدبيها يجد الوقود الذي بدأ يشبعها الآن من الأشياء المرغوب فيها، بالرغم أنها المفروض تكون من ضروريات للحياة. حتى الأمن بدأ يخاف الآن من الخروج، وبدأ يعاني في عمليات وجود هذه العصابات المسلحة، وبدأت تدخل حتى من خارج ليبيا وتستغل هذه الأمور. نحن نعلم الصحراء الكبرى تعيش بالعصابات، منها عصابات السيارات المسروقة، عصابات المخدرات، عصابات الإرهابية وغيرها، حتى العصابات المتطرفة أصبحت الآن تأخذ من الجنوب مصرع. ولذلك عندما تحمي الجنوب تحمي بلادك، لكن حفتر وغيرها لا يخذل يسيطر. حفتر الآن يعاني من إشكالية ناس في طرابلس، لو في ذا الحل راه دخل قتل بالأمس، يقول قتل 7000، من أين يأتي الآن بالشباب لكي يقوم بالسيطرة على الجنوب؟ هو عول على شباب الجنوب، لكنه شباب الجنوب كانوا أكثر وعي لم يتفاعلوا معه. طيب سيد موسى، يعني رئيس الأركان العامة للوفاق محمد المهدي كان له لقاء مع المجلس الاجتماعي للطوارق لتفعيل المؤسسة العسكرية في الجنوب ودعم المنطقة العسكرية سبها التي يرأسها علي كنا، إن كان عندك معلومات أين وصلت جهود حكومة الوفاق في هذا الصدد؟ للأسف الشديد كما قلنا حكومة الوفاق متأخرة جدا في على الأقل دعم الأجهزة الأمنية في منطقة الجنوب، وهذه نتيجة لتخاذلها وأيضا تركها الأجهزة الأمنية هناك طيلة السنوات الماضية. واليوم للأسف الشديد رأينا ونحن الآن نعيش في نتيجة هذه نتيجة التخاذل الذي مارسته حكومة الوفاق وحتى الحكومات التي قبلها. من أخرجها القوة الثالثة من المنطقة الجنوبية هو حكومة الوفاق، من دعم وكلف علي كنا بعد وصول حفتر إلى المنطقة الجنوبية هو حكومة الوفاق. كان بإمكان حكومة الوفاق أن تعطي علي كنا تفويض أو تكليف لاستتاب الأمن المنطقة الجنوبية، وكان يمكن تدارك الأمر، لكن تركت المنطقة حتى دخلها حفتر، وأيضا استغل الظروف الأمنية ورفع شعارات وثم ذهب إلى حقوق النفطية، وبهذا أدت حكومة الوفاق وقالت علي كنا إذا إلى هناك أنت مكلف، فلا ليس بإمكان علي كنا أن يفعل شيء كما قلت لك، وعلي كنا لا يريد أن يدخل من بوابة الصدام الذي في النهاية هناك لا يملك أي تكافؤ للقوة، ولا يمكن أن يصمد أمام وجود حفتر هناك وهو لا يملك حتى منفذ جوي للدعم هناك. وبالتالي نتيجة اليوم هي نتيجة لسنوات يعني سابقة. طيب سيد محمد، يعني الآن ما هي أولويات حكومة الوفاق في ملف الجنوب؟ يعني ما الذي يجب أن تفعله حكومة الوفاق؟ أنا في اعتقادي أن أفضل أولوية ديها حكومة الوفاق أنها تغادر مشهد، هذه الحقيقة يعني، لأن غير قادرة على وضع أي حل. الآن 4 سنوات ونيف، يعني لم تستطيع وضع رؤية الخروج من مأزق، لم تتمكن بحتى استحداث مرجعية استشارية قادرة على وضع خارطة طريق الخروج من مأزق، ليس لها قوة حتى على مفاوضة الأطراف المهيمنة على الملف الليبي للتعاون معها واللعب على المصالح والتناقضات لإنقاذ هذا البلد المنكوب الذي يزداد نكبة. ولذلك أفضل أولوية ديرها هي أن تغادر وتترك لحكومة التكنوقراط يحاولوا زي ما يطالبوا اللبنانيين تو بالضبط. اللبنانيين شن خلاهم تو يطالبوا حكومة التكنوقراط؟ شن خلى سعد الحديد كمان حكومة التكنوقراط؟ لأن ملوا من هالناس اللي يمروا لهم في قلوبهم وكبودهم. حتى احنا 4.5 بلا رؤية، 4.5 سنوات بلا رؤية بلا خطة، لأن الخطط طبعا تتفرع عن الرؤى. إذا لم تكن لديك رؤية لها وعاء زمن يخرج من مأزق فلن تستطيع الخروج من الأزمة. الآن 4.5 سنوات لم توضع أي رؤية،
طيب يا سيدي غادر وخلي خيرك خلاص، على الاقل احتراما لارواح الشهداء لهذه الحرب العبثيه الذي يموت فيها ابنائنا، يعني للاسف الشديد مع ما 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 حزني الشديد عليهم، يعني هذا ملعوب خطير جدا جدا يعني. فافضل شيء تديره هو ان تغادر المشهد. نعم. طيب سيد عصام، يعني الان مع عدم سيطره او قدره حفتر على السيطره على طرابلس ودخولها، هل يمكن ان ينسحب حفتر الى الجنوب ويسيطر على الجنوب وتكون له ايضا يعني ورقه ضغط رابحه في اي مفاوضات مستقبليه؟ أو لا يمثل الجنوب أي شيء. من يضمن أن ينسحب هكذا من طرف؟ هل سينسحب بدون أن يتعرض ما بقي معه إلى إشكاليات من خاصة من قوة عملية البركان؟ لا أعتقد ذلك. حفتر ورط روحه الآن في قضايا كبيرة، حتى مع الأمريكان الآن في قضية الروس، وأصبح الآن يعاني من إشكاليات، ولذلك هو يرى أن وجوده على طرابلس سيضفي لنفسه قوة، هو يرى ذلك أعتقد. ولأن إذا غادر طرابلس هو ما إذا أخذ الجنوب ماذا سيستفيد؟ هل إذا البعض يعتقد أنها بالمساحات؟ ليست بالمساحات، حفتر كان عند المساحات الكبيرة وعند الشرق وعند مجال طرابلس ما قدرش يخش، ما لذلك ما ناخدوش الأمر احنا. أنا نأكد على ضعف الحكومة هي اللي جعلت الأمر هكذا يراه البعض. القوة اللي ظهرت في طرابلس لم يكن يتوقعها حفتر. حفتر كان ديما يهدد بطرابلس ويهدد، وكان حتى ما من المجتمع الدولي واضح ومن الصومال يتكلم، لكن لم يتوقعوا أن يخرج له الوحوش كما قال، ولذلك هو تأثر من هذه العملية وقال وجدنا وحوش. هذا الأمر هو الذي لا يجعله لا يقدر أن يسيطر على ليبيا ولا يقدر أن يسيطر على أي شيء، خاصة في فشل رؤيته. هو عنده رؤية فاشلة، لكن الأفشل منه هو ما هو موجود الآن عندنا في حكومة الوفاق حقيقة. أنا كان هي أدخل لحظات، أنا عندي كلمة بقولها صراحة. نعم تفضل. هي آمل من أهل الجنوب أن يبتعدوا عن كل الإشكاليات والدخول في هذه المعارك. أراوا ضرب النسيج الاجتماعي كما رأيتوه في الشرق وغير مناطق لن يفيدكم. النسيج الاجتماعي في الجنوب مترابط كبير جدا، ولذلك ما يلعب عليه حفتر هو الآن بعملية النعرات القبلية، ويلعب على عملية الأقليات والقوميات، التبو والطوارق والأهالي وغيره. أراه هذا كان تفشى في الجنوب كارثة كبيرة، وخاصة أن فرنسا خلونا نقولها باللي بحشتها تنمي فيه تنمية، هذا تسقي فيه زي الزرع باش يعيش أكثر بصورة كبيرة جدا. التفتيت، وكانوا الإيطاليين يقول فرق تصد من أجل بسط سيطرتها. لن ينفعكم أن تبقوا هكذا، لن ينفعكم أن تتراخوا وتنتظروا الآخرين أن يحرروكم أو يشكلوا لكم قوة أو يحموكم. شكلوا قوتكم وتحالفوا مع بعضكم وتآلفوا مع بعضكم، أنتم أقرب لبعضكم البعض. نعم. وابتعدوا عن هذا الصراع وعن كل إشكاليات، واجعلوا الجنوب همكم الأكبر حتى تحققوا وحدة ليبيا من خلال انتمائكم للوطن. نعم. سيد موسى، يعني لو تعطينا ملخص للأوضاع العسكرية والأمنية الآن في الجنوب، يعني من يسيطر على من؟ أو من يسيطر على المدن يعني الآن؟ في الحقيقة ليست هناك قوة بمعنى القوة أو بمفهوم القوة مسيطرة على المنطقة أو المدن الجنوبية. كل ما هنالك فقط زيارة للأبهج، وهو يعني معه رتل من القوة العسكرية. هو سيد موسى الأبعج هذا من أي منطقة هو؟ من أي منطقة هو؟ لأي قبيلة ينتمي؟ هو من الكفرة، من زوية، من الكفرة. نعم. وأعتقد المراد من الزيارة هو فقط القول بأننا موجودين وأننا لازلنا مسيطرين على الجنوب، لكن في الحقيقة ليست هناك قوات من حفتر او من الشرق الليبي في الجنوب. هذا يعني معلومه يعني اقولها لك، انها ليس هناك قوه من المنطقه الشرقيه في الجنوب. كل ما هناك بعض الكتائب المواليه لحفتر، وهي مواقعها في الحقول النفطيه فقط. اما المدن وداخل المدن ليس هناك اي شيء يسمى جيش او يسمى قوات امنيه تتبع لحفتر. هذه حقيقه الجنوب الى حد الان، وذلك ان فقط يسيطر او موجود في بوباري، وايضا هناك قوات ماليه له في جهه مرزق. نعم. طيب سيد محمد. نعم. يعني اختم معك، يعني لان ذكرت بان افضل شيء تفعله هذه الحكومه انها تنسحب. طيب في حال انها لم تنسحب في دقيقه ونصف، يعني ما الذي يجب عليها فعله الان؟
وتقعد نفس السلطه اللي انا اشوفها وخلاص. يعني لا لا اقصد يعني ما الذي يجب عليها ان تفعله؟ يعني اعتبر نفسك انك مستشار لهذه الحكومه الان، ما الذي يجب عليها الان اولويه ان تفعله الجنوب؟ ما عندهاش خيارات، ليس لديها خيار. الحل الوحيد ان تملك قوه ضاربه، قوه جويه تطرد حفتر من هناك وتسيطر على الوضع وتوقف العصابات بتاع التهريب. هم دائما يتكلمون عن نصف الجنوب وينسون النصف الاخر، الجنوب نصفه في الغرب ونصفه في الشرق. لماذا يتكلمون عن المثلث ربيانة مثلا اللي هو جنوب الكفرة؟ هذا اكبر مركز للعصابات وللتهريب، يربط بين السودان ومصر وتشاد، اخطر مكان هذا المثلث ربيانة معروف. كنا زمان احنا نتابعوا فيه كثيرا الموضوع هذا وتكلمت عنه كثيرا. يعني مش الحكايه كلها سببها بس جنوب غرب، هل حفتر مسيطر على الامن في مثلث ربيانة؟ مش مسيطر. لك على الاقل الموضوع مفتوح، حكومه الوفاق ليست لديها الامكانيات لفعل ذلك، ولم تضع الخطه التي توفر الامكانيات لاثبات انها حكومه قادره على تسيير البلد. ما هذا الموضوع يعني زي ما يقولوا ما بعد مكه على ابو حمار يعني. نعم طيب اشكرك شكرا جزيلا سيد محمد العاصم محلل سياسي وعسكري، كنت معي من الاستوديو هنا، وكذلك سيد عصام زبير كنت معي ايضا الكاتب الصحفي، وشكر كذلك سيد موسى تونسي الكاتب والصحفي كان معي عبر الهاتف. شكرا لكم على هذا الحسن المتابعة، حتى نلتقي استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على كل حال.